اذا اول درس غادي نتعرفوا عليه في المكون ديال ماده علوم الحياه والارض هو الدرس ديال استهلاك الماده العضويه وتدفق الطاقه. نعم، اذا اول شيء عندنا في العنوان ديال الدرس ديالنا هو الماده العضويه. شنو المعنيات ديال الماده العضويه؟ حنا كنعرفوا بلي الماده العضويه كتكون من ثلاثه ديال العناصر الاساسيه: سكريات، دهنيات، وبروتينات. اللي كنعرفوه جميع هو ان هذه المواد العضويه المصدر ديالها بطبيعه الحال هو النباتات الخضريه، اللي انطلاقا من عمليه التركيب الضوئي كتشكل لنا هذه المواد هذه. بعد ذلك المستهلك او العناصر الغير قادره على انتاج الماده العضويه بنفسها كتستعمل لنا هذه الماده العضويه. هذه الماده العضويه بعد ما كيتناولها المستهلك هي غير قابله للاستعمال المباشر من طرف الخلايا. فشنو كيوقع لنا؟ اول عمليه كتتم لهذه الماده العضويه هي عمليه الهضم على مستوى الجهاز الهضمي، ثم بعد ذلك كتتم لنا العمليه ديال الامتصاص ديال النواتج الهضم اللي كيتسمى لنا بمواد القيت على مستوى المعي الدقيق. اذا المواد العضويه قلنا المصدر ديالها هو النباتات الخضريه. ياخذوا ريا فهم. اذا هاد المواد العضويه قلنا كياخذها المستهلك وكيقوم بعمليه الهضم. الهضم كيعطينا كنتيجه مواد القيت. هاد المواد هذه هي اللي قلنا كتخضع لعمليه الامتصاص وذلك على مستوى المعي الدقيق. بعد ما كتتم لينا عمليه الامتصاص مواد القيت كتمر لينا على مستوى الدم. هذا المرور هذا هو اللي كيعطينا العنصر الرئيسي اللي غادي نشوفه فيما بعد كيفاش كنحصلوا من خلاله على طاقه، اللي هو الجليكوز، الشيء اللي كيخول لنا مرور هذا العنصر هذا الى الخلايا عبر الدم بالاضافه الى الاكسجين. اذا عندنا الامتصاص على مستوى المعي الدقيق. هذا الامتصاص هذا ديال مواد القيت، المواد القيت الأساسية هي الأحماض الدهنية اللي هي النتيجة المباشرة لهضم الدهنيات. عندنا الأحماض الأمينية اللي هي نتيجة الهضم ديال البروتينات، ثم عندنا الجليكوز اللي هو عبارة عن سكر بسيط كينتج لنا على الهضم ديال السكريات. هاد المواد هذه ديال القيت قلنا بعد الامتصاص كتمر لنا على مستوى الدم، ومن الدم كتوزع لنا على الخلايا. اذا تخيلوا معنا هنايا شعيره دمويه، شعيره دمويه كتمر منها مواد القيت ثم أوضو ذلك الى الخلايا. الخلايا اللحظه اللي كيكون عندنا الوسط فقير من الاكسجين، اذا غياب اوضو كتقوم لنا بهضم الجليكوز بواسطه مسلك كيتسمى لنا التخمر. في الحاله ديال وجود الاكسجين كتقوم لنا بعمليه ديال الهضم او لا الهدم عفوا بواسطه مسلك ثاني يسمى التنفس. اذا في حاله غياب الاكسجين كيكون عندنا عمليه التخمر. التخمر ممكن يكون كحولي كيف ما ممكن يكون لبني. هذا التخمر هذا كيتسمى هدم جزئي، حنا غنشوفوا علاش. ثم في حاله وجود في حاله وجود O2 الخلايا كتقوم لنا بالهدم بواسطه التنفس. التنفس كيتسمى هدم كلي. علاش كنسميو التخمر هدم جزئي؟ لانه كيعطينا واحد
الاستخلاص ديال الطاقه جزئيا انطلاقا من جزيئات الجليكوز، في حين ان التنفس كيعطينا هدم كل لجزيئات الجليكوز، بالتالي كنستخلصوا اكبر كميه ممكنه من الطاقه الكامنه في هاد الجزيئه هذه. التنفس كيعطينا تكاثر قوي للخلايا، تكاثر قوي ولا مهم للخلايا، في حين ان التخمر كيعطينا تكاثر ضعيف. اذا كخلاصه عامه قلنا باللي المستهلك كيتناول لنا المواد العضويه اللي كتجلى في السكريات في الدهنيات في البروتينات، كتخضع الى عمليه الهضم اللي كتعطينا كنتيج ما يسمى بمواد القيت. هذه المواد هذه كتخضع لعمليه ديال الامتصاص على مستوى المعي الدقيق باش كتمر لنا الى الدم، وعبر الدم كتدوز لنا الى الخلايا هذه مواد القيت. في الحاله اللي كيكون عندنا الخليه كتوفر على الاكسجين، الهدم ديال الجليكوز كيتم بواسطه مسلك التنفس اللي كيشكل هدم كلي وكيعطينا تكاثر مهم للخلايا. ولكن اللحظه اللي كيكون عندنا وسط فقير من الاكسجين كيكون عندنا التخمر، ممكن يكون كحولي كيف ما ممكن يكون لبني، حنا غادي نشوفوا الفرق بيناتهم، وهذا كيتسمى هدم جزئي اللي كيعطينا تكاثر ضعيف للخلايا.